من ثمرات التسبيح قول سبحان الله أنها تذكر بك عند الله عز وجل. جاء في الحديث العظيم، وهذا الحديث يحتاج الإنسان يتأمله ويقف معه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله، يعني كلمات أنتم تقولونها إجلالا لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال: فإنهن ينعطفن حول العرش، التفاف حول العرش، لهن دوي كدوي النحل. طيب ما الفائدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذكرن بصاحبهن. الله أكبر، هذه الكلمات تذكر بك عند الله عز وجل، تذكر بك في أعلى مقام. تقول سبحان الله تكون شهادة لك وتذكير لك عند الله عز وجل، فترداد هذه الأذكار وترطيب الألسن بهذه الأذكار العظيمة منها سبحان الله هي رفعة عند الله عز وجل.